بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 96. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الآية أيضا كالآيات السابقة في تقرير وإثبات أن الله جل وعلا يحيي الموتى، وذلك بالبراهين الحسية والعلمية. فهذه الآية فيها برهان حسي مشاهد في إحياء الله للموتى. وكان المشركون والملاحدة مثل الطواغيت الذين سبق ذكرهم كنمرود والذي مر على قرية ينكرون إحياء الله للموتى، وكذلك المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون إحياء الله للموتى وإعادتهم بعد أن كانوا ترابا كانوا رميما، ينكرون هذا ويستبعدونه على قدرة الله جل وعلا. الله جل وعلا في هذه الآيات بيّن لعباده البرهان القاطع على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، وهم يشاهدون هذا كما مر بنا في آيات في هذه السورة أنهم شاهدوا وقائع، خمس وقائع ذكرها الله في هذه السورة كلها شاهدوا فيها إحياء الله للموتى. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي احتج على نمرود الذي ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، احتج عليه لأن الله يحيي الموتى، قال ربي الذي يحيي ويميت، احتج عليه بذلك، ربي الذي يحيي ويميت. فهو عليه الصلاة والسلام مؤمن بأن الله جل وعلا يحيي الموتى، لا يشك في ذلك، لكنه أراد أن يصل إلى علم اليقين. فهو يؤمن بأن الله يحيي الموتى وهذا من علم اليقين، ولكنه أراد أن يترقى إلى عين اليقين،
إلى عين اليقين وهي المشاهدة التي تقطع كل اعتراض أو كل شك يعرض للإنسان. قال ربي أرني. وإذ قال إبراهيم أي اذكر يا محمد اذكر إذ قال إبراهيم اذكر لهؤلاء المشركين الذين ينكرون قدرة الله على إحياء الموتى اذكر لهم قصة إبراهيم عليه. إذ قال ربي يخاطب ربه سبحانه وتعالى ربي أرني رؤية عيان أرني رؤية عيان بعد رؤية القلب أرني رؤية عيان كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام مؤمن بأن الله يحيي الموتى لم ينكر هذا وإنما سأل عن الكيفية كيف تحيي الموتى دل على أنه عليه الصلاة والسلام يؤمن أن الله يحيي الموتى كما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت فهو لم يشك في هذا ولكنه سأل ربه الكيفية كيفية إحياء الموتى بمثال محسوس مشاهد. قال الله جل وعلا له أولم تؤمن هذا سؤال تقرير ما هو سؤال استفهام إنما هو سؤال تقرير ألست قد آمنت ألست قد آمنت أن الله يحيي الموتى قال بلى وليس هذا سؤال استفهام إنما هو سؤال تقرير أي قد علمت أن الله يحيي الموتى فما هو الغرض من سؤالك إذن أنت متيقن أن الله يحيي الموتى فلماذا تسأل هذا السؤال. قال إبراهيم عليه السلام بلى أنا مؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي يزيد الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص فعين اليقين أرفع من علم اليقين فهو عليه الصلاة والسلام طلب زيادة الإيمان فالمسلم دائما يطلب زيادة الإيمان ولهذا قال أهل العلم الإيمان يزيد وينقص تفاوت في الناس يزيد حتى يصل إلى عين اليقين وهذه هي المنزلة التي طلبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال بلى أنا آمنت بأنك تحيي الموتى ولكن غرضي من هذا السؤال ليطمئن قلبي. طمأنينة الطمأنينة هي السكون سكون القلب ودفع ما قد يعترضه من الوساوس القلب المطمئن والنفس المطمئنة هي المستقرة على الإيمان التي لا ينازعها شك ولا وسوسة هذه النفس المطمئنة وهذا هو القلب المطمئن الذي لا ترد عليه شكوك ووساوس وأوهام بل هو مستقر ثابت على ما فيه من العلم والبصيرة ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيماني حتى أصل إلى درجة الطمأنينة وعلم وعين اليقين وهذا منتهى درجات الإيمان عين اليقين. والشاعر يقول فما راء كمن سمع وفي الأثر ليس الخبر كالعيان. الخبر يفيد العلم بلا شك إذا كان خبرا صادقا يفيد العلم لكن المعاينة تفيد اليقين واليقين أعلى من العلم ليطمئن قلبي. فالله جل وعلا أمره أن يأخذ أربعة من الطير أربعة طيور مختلفة أربعة طيور خذ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك
قيل معنى صرهن إليك أي ضمهن إليك واجمعهن إليك، وقيل صرهن إليك أي قطعهن قطعا ومزقهن أعضاء، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن معنى صرهن أي قطعهن وصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فرقهن على الجبال التي حولك، واجعل على كل جبل قطعة من طائر، قطعة، فهو فرق القطع على الجبال، مزق الطيور وفرق قطعها وأجزاءها على الجبال، هذا من العجائب. وهذا يقرر أن الله يجمع العظام يوم القيامة المتفرقة ويضم بعضها إلى بعض ثم يكسوها اللحم.